أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية الطارف، أكد على دور الإمام في البناء والتعمير وفي جمع الأمة من خلال خطابه الوسطي. هشام قاسمي رصد التالي. قمنا بها في الفترة هذه تحسين الخدمة العمومية موجودة الحمد لله. الإدارة الآن تحاول تجتهد باش تقدم وتقرب للمواطن، منها الرقمنة، منها أشياء كثيرة. حتى احنا منظومة التكوين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تطلع بها 14 معهد ومدرسة وطنية لتكوين الأئمة والإطارات الدينيين المنتسبين لهذا القطاع، نسعى إلى تطوير قدراتهم ومعارفهم وإضافة ما يمكن إضافته، لأنه مستحيل يكون كاين برنامج قديم يعني وليس فيه ما يلقم من المعلومات الجديدة التي يتطور فيها المجتمع. وأضاف يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية في لقائه مع الإطارات المركزية والمحلية والأئمة وكذا المجتمع المدني، أضاف بأن الوزارة تعزز مكانة الإمام ومجهوداته. مشروع كنا بديناه منذ سنوات، نظن من 2014 وسيد مدير التكوين موجود معنا هنا، لتحيين برامج التكوين، تحيينها وتعديلها وإضافة ما فيها من أشياء، يعني تثمين ما فيها من أشياء إيجابية وتعديل ما يمكن تعديله حتى يكون متوافقا مع الإمام اليوم اللي ما يعرفش يعني يتواصل مع مع مع, مع هذا الكم الهائل من المعلومات، وربما يستقيها من أماكن ليست سوية.